طبعا يا شباب، النرفات اللي انا هقولها دلوقتي هنتكلم بقى عن البرانشز اوف ذا بريكابليكس. كده انا خلصت معاك الروتس، شرحنا الروتس واخد بالك، وشرحنا ليه الترانكس والديفيجنز والكوردز والترمينال نيرفز. بص، درس البريكابليكس تذاكر فيه قوي كويس قوي، الروتس طالعه منين وعمليه تكوين الترانكات والديفيجنز والبوستيرو ديفيجنز اللي اتحدت ودت البوستيرو كورد، والانتيرو ديفيجنز اللي اتحدت ودت اللاترال كورد، والانتيرو اللي اتحدت ولدت الايه، والانتيرو قصدي لدت الايه، الميديال كورد. فحركه الترانكات والديفيجن والكوردز دي كده تذاكرها كويس قوي في البريكال بلكسس. خلاص كده، دي مهمه بتيجي في امتحان يا شباب. خلاص، اللي بعديها على طول الريليشنز، اللي هي ريليشنز اوف ذا بريكال بلكسس، او علاقه الايه، البريكال بلكسس تو ذا اكزيلاري ارتري. في الحقيقه انا قلت ان هي مهمه، يعني انا كنت زمان لما جيت شرحت الاكزيلاري ارتري قلت ان هي مش مهمه. هي فعلا في درس الاكزيلاري ارتري مش مهمه، بس لما اتعادت تاني في البريكال بلكسس مش عارف كده حسيت باهميتها. يعني كون ان هي تتذكر في الكتاب في موضوعين، مره يعني علاقه الايه، الكوردس بالاكزيلاري ارتري، مره ندرسها في الاكزيلاري ارتري ومره ندرسها لما نيجي نذاكر البريكال بلكسس، يعني ده حسسني شويه باهميتها. طيب، انما بقى اللي انا هقوله دلوقتي بقى ده كلام هيتشرح في الابر ليمب الكامل، تمام؟ يعني انا هقول دلوقتي الايه، البرانشات، هقول الايه اللي هي بنسميها التيرمينال نيرفز، او بلاش نقول كلمه كامل، لان التيرمينال نيرفز دايما تشير الى المجموعه دي، انما انا هنقول البرانشات او الايه، الافرع. التيرمينال ديت يعني النهايه اللي هي اخر حاجه، انما انا هقول البرانشات لان ده مثلا ما يعتبرش تيرمينال نيرف، ده برانش. خلاص، فدي دي كلها برانشات. احنا هنتكلم عن الايه، البرانشات. اول حاجه طبعا انت عندك في برانشات بتطلع من الروت، في برانشات بتطلع من الترنك، واخد بالك، في ديفيجنز ما بيطلعش منها، ماشي. في عندك الكوردز برضو يعني بيطلع منها ايه، بيطلع منها بقى الايه، التيرمينال نيرفز، بس كده ليه، الاعصاب النهائيه. طيب، فانا يعني انا احنا هنتكلم عن الايه، البرانشات دي. بص يا سيدي، يمكن احنا عندنا اول حاجه الايه، البرانشات بتاعت الروتس، خلاص كده، او اللي هي ريماي. في عندنا هنا ثلاث برانشات، في واحده احنا اخذناه بالفعل اللي هو لونج ثراسيك نيرف، لو انت فاكر اللونج ثراسيك نيرف. واللونج ثراسيك نيرف ده كان بيطلع من سي 5 و6 و7، عشان كده هتلاقي في الشرح بتاع الكتاب جنبه لونج ثراسيك نيرف 5 و6 و7، وده كان بيروح لعضله تسمى السيريتس انتيرو، من العضلات بتاعت الايه، البيكتورال ريجن. خلاص، في عندك نيرف هنا، شوف، بيطلع من سي 5 بس، اسمه الفرينيك نيرف. خلاص كده، طبعا هو يعني الفرينيك نيرف هتلاقي كده جنبه كلمه حلوه قوي، كونتريبيوشن، يعني بيساهم، يعني السي 5 ده بيساهم في تكوين الفرينيك نيرف، لكن في اعصاب ثانيه بتخش في تكوين الفرينيك نيرف. نفس فكره كده اللونج ثوراسيك، يعني في اكتر من عصب اللي هو 5 و6 و7 بيخشوا فيه، فهي نفس الفكره، الايه، الفرينيك نيرف بيخش فيه اعصاب ثانيه، بس هذه الاعصاب مش موجوده هنا لان هي مش مع البريكال بلكسس. فانت عندك السي 5 بتساهم، واخد بالك، بتدي برانش كده بيساهم في تكوين الايه، الفرينيك نيرف. ويعني وبمناسبه الفرينيك نيرف ده، يعني معلومه كده لنفسك، هو بياخد من سي 3 وسي 4 وسي 5. خلاص، فسي 3 وسي 4 مش من البريكال بلكسس، عشان كده مش موجودين، انما سي 5 من ضمن البريكال بلكسس، فعشان كده ايه، نقول ان سي 5 بيشارك في تكوين الفرينيك نيرف. خلاص كده. طيب، والفرينيك نيرف ده بالمناسبه بينزل لغاز الدافرام وعضله الحجاب الحاجز. طيب، عندي هنا كمان الايه، الدورزا السكابولار نيرف، برضو الدورزا السكابولار نيرف ده يعتبر برضو جاي من عند سي 5. يبقى انا عندي الدورزا السكابولار نيرف والفرينيك نيرف جايين من سي 5، لما تحب توصفهم تقول سي 5 بس، خلاص كده. انما اللونج ثوراسيك نيرف ده واخد من 5 و6 و7. نخش على الجزء اللي بعده اللي هو الترانكات. عندنا الايه، الترانكس، في عندنا الميدل ترانك والانفير والانفيرو ترانك، زيهم زي الديفيجنز، ما بيطلعش منهم برانشات، انما اللي بيطلع بس الايه، السوبيرو ترانك. السوبيرو ترانك بيطلع منه نيرف يسمى النيرف تو سب كليفيس، وده يمكن اخذناه هو واللونج ثوراسيك نيرف، حتى ان النيرف تو سب كليفيس كان بيغذي عضله تسمى السب كليفيس ماسل، واللونج ثوراسيك نيرف كان بيغذي الايه، السيريتس انتيرو ماسل. اللونج ثوراسيك نيرف بيطلع من الروتس وبيبقى رموز بتاعته 5 و6 و7. طيب، اما نيجي نشوف بقى النيرف تو سب كليفيس، النيرف سب كليفيس ده بيطلع من السوبيرو ترانك، والسوبيرو ترانك بيبقى واخد من سي 5 وسي 6، عشان كده لما نيجي نوصف النيرف تو سب كليفيس ده نكتب جنبه ايه؟ نكتب جنبه سي 5 وسي 6. كذلك مين؟ كذلك السوبرا اسكابولار نيرف. لو انت ما حفظتش يا شباب، ما تزعل، اوعى تزعل نفسك، يعني انت كل اللي المفروض تبقى عارفه دلوقتي ده اللونج ثوراسيك ده اخدناه، والنيرف تو سب كليفيس اخدناه، ده اخدناه مع السيريتس، وده اخدناه مع الايه، السب كليفيس ماسل. انما السوبرا سكابولار ده مثلا هو والدورزا سكابولار، لو انت مش حافظ مش مشكله ولا يهمك، خلاص ده لسه يعني لسه هناخده قدام مع الماسلز الايه، اللي قدام في المنهج. طيب، وهنجيب الصوره بتاعت البريكا بلكسس دي مع كل نيرف، ونراجع النيرف جاي منين وطالع منين، ولا تضايق نفسك خالص. خلاص، يبقى السوبيرو ترانك طالع منه ايه، عصبين، نيرف اسمه نيرف تو سب كليفيس، ونيرف تاني اسمه سوبرا سكابولار.